كيفكم بفيديو جديد معاكم ملها. هلا بدنا نربح اكثر من شخص بهذا الفيديو، وبتمنى يعجبكم الفيديو. ليتس جو، يلا نبلش. يلا خلينا نبلش. المتسابق الاول عنا محمد عرنوس، هذا بسوريا. فهلا انا بعثت له سؤال، اعطيني اسم جماد بحرف الياء. فعطاني ينبوع، عطاني كمان جمل تانية ما فهمت هيك كلمة يا بدو، يعني للأسف ما بعرف شو بدي احكي لك. ينبوع فا يعني والله ما عارفان شو بدي اقول لك. حتربح ولا لا؟ تربح معنا 5000 500,000 بتربح معنا. ألف مبروك عليك، وخلينا على المتسابقة اللي بعده. يلا أوكي، هلأ بدنا نساوي المتسابقة اللي بعده، لكن فاصل قصير ونعود. إنك تملك بيت أحلامك في جزيرة في المالديف مع سيارة وطيارتين، حابب؟ ما عليك إلا تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات واللايك. زر التنبيهات مهم، احذر لي أنه ممكن أن نطلع اسمك في فيديو. كتب تحت بالتعليقات كاش وبس، نحن حنبعث لك رسالة نصية فيها سؤال وانت حتجاوب. إذا طلع جوابك صحيح فأنت فزت، إذا طلع جوابك خطأ فأنت من ربحك شيء كمان. بس بتمنى انه ما تفتحوا جوجل ابدا، وشكرا. والان خلينا نشوف المتسابق يلي بعده. المتسابق الثاني قال، قلت له يعني بعثت له رساله نصيه انه اعطيني اسم انسان حسن بحرف الكاف. كتب لي كلب. طيب، وعطاني خيار تاني، قال لي هاها حط لي انه اسمعي لا تضحك، وعطاني كامل. اوكي تمام، تربح نوت 3 مقدمة من شركة سامسونج رسميا. ألف مبروك عليك. خلينا نروح على المتسابقة اللي بعده. ليتس جو. طيب يا جماعة، بدي احكي شغلة. شفتوا انتو الاعلان يلي طلع بهذا المقطع؟ هذا الإعلان عن جد في نهاية رمضان حيكون جزيرة بالمالديف مقابل سيارة، مقابل سيارة وطيارتين. شو مستني؟ بعد كاش بالتعليقات وفجر أم التعليقات. خلينا نروح الأول بالبرامج على اليوتيوبرز. أوكي، برنامج اليوتيوبرز هاي السنة مولع كتير. يلا هلا خلينا نروح نبلش للشيء الثاني اللي بعده. يعني شي جميلها، يعني بنصحكم انه كلكم تشاركوا. عن جد يعني رمضان مبارك علينا وعليكم، لانه بجائزة رمضان كبرى قناتي الثانية وقناتي الاولى حينقل بس مباشر مفجر ومصيع في الانستغرام لتوزيع جائزة المالديف في رمضان. في اليوتيوب في كل التواصل الاجتماعي سوف ينطن ويرن جهازكم. المتسابق اللي بعده بعثت له عطيني اسم حيوان بحرف الكاف. كتب لي كلب. بيربح معانا ربح يا ولا شو يا صباح؟ ايباد من شركة هواوي، مبروك عليك، بتربح ايباد من شركة هواوي. طبعا من هلا ما في سيارات اليوم ولا بكره ولا بعد بكره، يوم الرابع من رمضان حيكون السياره المنتظره، وفي اخر قبل اخر يوم من رمضان لامبورغيني سوف تتوزع اليكم. وخلينا نكمل. عم بيقلنا هون، عم بيقلنا ولا انا انت بعد سامول بعت له انه عطيني اسم جماد بحرف الكاف. اسم جماد بحرف
كل شيء جماد بحرف الكاف يا احمد. اوكي، هو شو بعت لنا؟ كنباي، كنافة. شو كنافة يا زلمة؟ لا لا حستغرب من هالبشر، بس لانك قلت كنباي بتربح ايفون 12 لهذا اليوم، والف مبروك عليك، مبروك عليك. صلوا على النبي قبل ما نكمل كل شيء جوائز، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بالتعليقات صلوا على النبي وليتس جو. يلا اوكي، هلا طبعا بدي احكي لكم انه جوائزنا الرمضانيه كثيره، وفي عندنا برنامج رمضاني بالمساء حيكون فعال شغال ومتاح في كل البرامج. تمام، يلا هلا خليني اروح على الشيء اللي بعده. محمد، شو محمد حسن بهذيك السنه ربح محمد حسن، وبهاي السنه حيربح محمد حسن. لكن خلينا نشوف. قلت له، بعثت له، اعطيني اسم انسان بحرف الكاف، كتب لي كامل كمان. طيب انا اغلطت لاني اعطيته اسم انسان الاول بحرف الكاف، وهلا بحرف الكاف وكاف كاف 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 كوف. طيب وهلا للمتسابق الاخير، خلينا قبل ما لما نسير للمتسابق الاخير روح على الفاصل ونعود. باي. انك تملك بيت احلامك في جزيرة في المالديف مع سيارة وطيارتين، حابب؟ ما عليك الا تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات واللايك. زر التنبيهات مهم، احزر لي انه ممكن ان نطلع اسمك في فيديو. كتب تحت بالتعليقات كاش وبس، نحن حنبعت لك رسالة نصية فيها سؤال وانت حتجاوب. اذا طلع جوابك صحيح فانت فزت، اذا طلع جوابك خطأ فانت من ربحك شيء كمان. بس بتمنى انه ما تفتحوا جوجل ابدا، وشكرا. فاصل. يعني جزيرة احلامك، معقول انك تكون بجزيرة احلامك مع سيارة طيارتين؟ بس كل عليك انك تشترك، زر تنبيهات، تحط لايك، تنزل بالتعليقات، تكتب كاش وبتربح. بس بسيط كتير يا ملهم. ما بعرف اذا انتم ما عملتوا هيك انتم حتخسروا كل شيء. جوائز رمضانية قوية جدا، اقوى قناة عالمية لازم تكون قناتنا. يلا ليتس جو. اوكي هلا المتسابق الاخير. سلمى بعتنا رسالة انه اعطينا اسم انسان بحرف الياء، او كتبت لي طبعا بتخسر معنا جائزة ايفون 12 كمان. يعني كان فيكم تحكوا يامن، بس حافظ يامن بحرف الياء. طيب يلا نروح على اخر مسابق لهذا اليوم. لايك شير سبسكرايب، اكتب كاش بالتعليقات، زر التنبيهات اهم شيء، مشان نفس ما قلنا بالاعلان، شو مشان انه اذا نزل اسمك بالمقطع تكون عارفان انه نزل، وتنزل شارة ويكون مكتوب اسمك من رابح. كنا يعني باخر يوم رمضان حاحكي الرابح بجائزة الكبرى، طبعا باستوديو فخم كتير كتير يا جماعة. طيب وهلا وصلنا لاخر شخص يلي حيربح معنا اليوم ايباد مقدم من شركة ايفون مع ايفون 12 لانه حياخد تاب ايفون 12. يلا ليتس جو، خليني ابلش. المتسابق هو احمد محمد. احمد محمد بعتنا له قلنا له اعطيني اسم حيوان بحرف العين، كتب لي عقرب وبيربح معانا التعب. الف مبروك يا محمد حسن، زفقة قوية. برافو، الف مبروك يا محمد حسن، بتربح معانا لليوم تاب ايفون، لهذا اكبر جائزة لليوم. لسه ما بلشنا جوائزنا الكبيرة، تاب ايفون
انت اذا ربحت فيك ترجع تشارك مرة جديدة معقول يا ملحم جنة العباد انا. اوكي اذا انت جاهز فنحن دائما جاهزين، بتمنى اللايك والاشتراك سبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديد. بعد ما ربح ايفون مقدم من شركة ايفون تاب 12 مع موبايل ايفون. والله يعني كان انا يعني ايفون تاب مع ايفون 12 مو بس ايفون انت مع ايفون 12 طبعا مو 11 12 خلي دالو يا اوكي ليتس جو. وانتهينا لحلقة اليوم الأول من رمضان، كل عام وأنتم بخير، تصبحون على مكتب.